يريد الواحد منا أن يصل إلى الدرجات العلى في الجنة طريقها الهداية وأول هذه الهداية بصلاح القلب كذلك يريد الواحد منا أن يكون مؤثرا على من حوله يريد أن يؤثر على أبنائه تأثيرا حسنا وعلى إخوانه وعلى جيرانه يريد الزوج ان يكون له اثره الحميد على زوجته من اين ننطلق؟ ننطلق من القلب فان باب الهدايه وباب الخير هو هذا القلب ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر في دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. القلب سمي بهذا الاسم لانه يتقلب وبالتالي نحتاج الى تثبيته وتركيزه فانه منطلق الهدايه الراسخون في العلم ماذا يقولون يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا لا تزغ ماذا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اذا اردت صلاح احوال الناس في دنياهم واخراهم فالمنطلق هو القلب الم تستمعوا الى قول الله ذلك بان الله لم يك مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم ما بانفسهم ولذلك علينا ان نسعى الى تصحيح ما في هذا القلب فان به سعاده الدنيا والاخره وبه النجاه من نار جهنم والفوز بجنات الخلد